صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحركة. اليوم معنا برنامج حياة، اللي هو برنامج خاص لكبار السن. رح يكون معنا اليوم عمي صالح من دارات شمة، رح نعمل معكم التمارين خاصة لكبار السن، بس طبعا حسب كبار السن. هون معنا عمي صالح شوية فت، فتمارين مو سهلة شوي. رح نبلش. أول إشي في الإحماء، نمسك عصاي، رح نمشي في المكان للإحماء. ماشي في المكان، في حركة حياة. كمان هلأ رح نمشي بالرجل اليمين لبرا ولجوا، مشي لبرا ولجوا كمان عشان بلش نحمل رجلين. كمان هلأ رح نمشي بالرجل الثانية، نوقف هون ونروح بالرجل الثانية كمان. طبعا هذا البرنامج خاص لكبار السن، الحركات فيه مدروسة وما بتكون خطرة لا على المفاصل ولا على أي شيء. نستعمل فيها الكرسي. هلأ رح نرفع العصاية عشان نفكفك الإيدين، نطلع لهون فوق ونرجع شوي شوي لورا عشان نفتح مفصل الكتف. كمان نطلع لقدام شوي شوي، كمان لفوق ونطلع لقدام شوي شوي. هلأ من هون منضلنا فوق عمي صالح، ننزل لتحت، تحت فوق كمان. هلأ رح ننزل لتحت هون ونمشي لقدام، يلا مشي لقدام، نرفع العصاي ونرجع لورا. كمان نطلع لقدام، نرفع العصاي عشان نحمل ايدين. كمان لفوق، كمان مرة نطلع لقدام ونرجع لورا. هلأ منحط العصاي هون ومنرفع لفوق، لفوق ومننزل، لفوق ومننزل. هاي بدها توازن، فالعصاي بتساعدهم على التوازن. كمان برافو برافو عمي صالح، أبدعت. هلأ الرجل الثانية نرفع لفوق، فوق وتحت، كمان لفوق ولتحت. نرجع نمشي لقدام، يلا فوق هون ونرجع لورا. كمان لقدام نرفع العصاي، برافو عمي صالح، عشان نحمل ايدين مع الرجلين. اخر مره. هلا من هون نرجع منحط العصاي بالنص وراح نرفع الرجل لفوق، فوق ومننزل، برافو. كمان نرفع لفوق ومننزل شوي شوي، توازن. هلأ منغير الرجل الثانية لفوق ولتحت، ويلا فوق ولتحت. ما تخلوهم يرفعوا كتير، إشي بسيط قد ما يقدروا، كويس. نرجع منمشي لقدام، يلا فوق ونرجع لتحت، أيوة كمان لفوق ونرجع لتحت، كمان لفوق. آخر مرة نطلع لفوق. هلأ نرفع الإيدين لفوق عشان نحمل إيدين. هلأ من هون رح ننزل تحت فوق تحت فوق عشان نقوي عضلات الظهر. كمان برافو عمي صالح، أيوة برافو. هلأ منحط هون العصاي فوق ومنلف للخواصر ونغير، أيوة. هلأ رح نعمل قرفصة بسيطة، مننزل بالمقعدة شوي شوي يلا عمي صالح، بعدين الركب ومنطلع لفوق. كمان ننزل شوي شوي بالمقعدة، برافو، ونطلع لفوق شوي شوي. آخر مرة مننزل ونطلع لفوق ومنرجع ننزل كمان مرة، أيوة. نرفع العصاي لفوق، حركة فيها حياة. هلأ رح نستعمل الكرسي. هلأ نحط العصاي على جنب، ما رح نستعملها، منقعد كبار السن على الكرسي. جاهز عمي صالح، منشد عضلات المعدة، نرفع لفوق حياة ومننزل. هلأ هاي التمارين خاصة لكبار السن على الكرسي،
بنقوي فيها عضلات الرجلين لفوق ومننزل لتحت. برافو. هلأ مع الموسيقى منروح اثنين باثنين، اثنين فوق ومننزل لتحت، كمان اثنين فوق ومننزل لتحت عشان نقوي العضلات الخاصة اللي مسؤولة عن الركبة. برافو. كمان لفوق اثنين. هاي التمارين خاصة للعضلات الأمامية. كمان نطلع لفوق. أيوة. هلأ من هون راح نطلع الرجلين لفوق. حياة. أيوة. نحرك الإيدين والرجلين. هلأ نرفع جنب قدام تحت فوق جنب مكاننا. برافو. فوق جنب. ممتاز عمي صالح. فوق. دائما نرفع الصدر عشان العمود الفقري. لفوق. ايوه شامخ. ايوه كمان نرجع نرفع. هلا هون بتتدخل العضلات الداخليه للرجل. ايوه كمان. ايوه كمان. هلا من هون رح نرفع فوق ايدين مع رجلي ومننزل. كمان فوق. ايوه منشد المعده. كمان لفوق. فوق ومننزل لتحت. فوق. ممتاز. كمان فوق. ايوه برافو. هلا من هون بنحط ايدينا تحت وبنرفع رجلينا لفوق الثنتين، بنشد عضلات المعده، نفتح ونسكر. ايوه ممتاز. ايوه نشد عضلات المعده ضروري ومننزل الرجلين. هلا رح نعمل ستريتشنج، رح نوقف ورا الكرسي هون عشان نعمل اطاله. بنحط ايدينا على الكرسي، ننزل شوي لتحت عشان نعمل اطاله لتحت هون. راسنا بين ايدينا، بعدين نرجع منقرب على الكرسي شوي شوي، بنفتح الرجلين، بنخلي ايدنا على الكرسي عمي صالح، وبنيجي على الجنب هون. نطلع شوي شوي لفوق، دائما حركاتنا تكون مدروسة بسيطة عشان دائما كبار السن بنخاف على الإصابة. هلا بنطلع من هون، بنضلنا ماسكين الكرسي، بنحط رجل ورا وبنرفع شوي بس لفوق. توازن. كثير تمارين التوازن مهمة لكبار السن. نرجع مننزل الرجل، نرفع الرجل الثانية. إشي تمرين بسيط بس للتوازن. هلأ مننزل الرجل، نطلع لفوق على أصابع الرجلين، نفتح الصدر. بعدين نرجع نمسك الإيد هون عشان نعمل إطالة للإيدين من غير ما نلف طبعاً. هاي إيدنا من جوا. أيوة نغير. هلا نفتح لفوق هون، نفتح الصدر. برافو. نرجع نحط الايد جوا هون والايد الثانيه ابتعت. ان شاء الله ما تكون تعبت. هلا من هون ناخذ الرقبه شوي للجنب، بعدين ناخذ شهيق، ناخذ الرقبه على الجهه الثانيه، ضروري نعمل اطاله للرقبه. ناخذ شهيق، نمسك الراس من عند النفوخ وننزل الرقبه شوي لتحت ونطلع شوي شوي لفوق. ايدينا من هون، ناخذ شهيق عميق وزفير. كمان مره شهيق عمي صالح، عميق وزفير. ابدعت، ان شاء الله ما تكون تعبت. برافو عمي صالح. طبعا دائما عمي صالح فت ورياضي، بحب الرياضه. ان شاء الله بنشوفكم بالحلقات الجايه مع برامج حركه وبرامج جديدة. بدي أشكر طبعاً دارات شمل أنها دائماً بتتعاون معنا في مواضيع كبار السن. إن شاء الله نشوفكم بالحلقات الجاية. معكم ريما عامر ومنتابع فقراتنا.